السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أمل حياتي الكرام، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليوم من الخير والبركات. الفيديو بتاعنا النهاردة إزاي نعمل خروب في البيت، يعني بمكونات بسيطة وطبيعي 100% وآمن وغير مضر بالصحة، يعني لا أصنص ولا غير أصنص، كل مكونات طبيعية زي ما حضركم شايفين. ده أنا عامله بيدي وهوريكم الفيديو خطوة خطوة، لأن الفيديو ده طلب كتير من متابعين القناة نعمل لهم طريقة عمل الخروب، بدل ما يتباع ده مركز، بدل ما يتباع في المحلات ولا يتباع برا، ده كله أصنص يا جماعة، لأن الخروب غالي ومحدش يعمل خروب طبيعي، كله أصنص. تابعوا معانا الفيديو وشوفوا هنعملوه ازاي خطوة خطوة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مكونات نبدأ على بركة الله، نسكو الخروب مجروش زي كده، لما نضغط زي ما حضراتكم شايفين مجروش، كوباية سكر، ليمونة صغيرة أو نص ليمونة كبيرة، كوبايتين شربات أو ممكن ربع كيلو عسل، وبرضو كل عندهم سكر ده يخفف السكر خالص، ممكن يستخدم كوباية السكر دي بس الكرام كرام العمل الكراميل نكرملها. هنجيب أي حاجة عندي فيها كوباية كبيرة مية بحيث أغسلهم من الأتربة والشائك، أسيبهم 10 دقايق ربع ساعة بحيث أطلع كل الشوائب والغبار اللي فيه، زي ما ملاحظين قبل ما أبدأ غسيل وأطلع العواد والورق اللي فيها، أغسله غسلة نظيفة، أسيبهم 10 دقايق وأرجع لكم تاني. بعد 10 دقايق سبتهم، شايفين المية عاملة ازاي، هجيب مصفاية وأصفيهم وهديهم كوم تاني، هجيب كوبات مية مرة واثنين لغاية لما انضف معي خالص، واصفي واسيبها وتصفوا على ربع ساعة في المصفى. وهنقول لكم الخطوة الثانية هنعمل بها ايه. ناخد السكر ونكرملوه، أسيبهم في المصفى زي كده ربع ساعة.
وهات لما صفوا خالص. اجيب حله احط فيها كوبايه السكر، بعد كده اوزع السكر في التساوي زي كده بحيث تملى نار الحلة. بعد كده اشغل النار بتاعتي، النار هادية، اكمل السكرات. انك كملت السكر بتدي طعم الخروب نكهة ممتازة. وكملت السكر تاني من فوائدها ان هي تستخدم كمادة حافظة للخروب. ما حركوش غير لما يبدأ يسيح معاي. ابتدى يسيح. نبتدأ حرك واحدة واحدة. أكمل أديني اللون البني. اديها طعم وريحة الخروب ممتازة. اوطي النار على الاخر. بعد كده اجيب الخروب التالي. زي ما حضراتكم شايفين ان بعد ما وصلت مرتين ثلاثة ونشفته لت الصفة انزل بيه زي ما هو.
هفضل اقلب فيهم. الريحه ابتدت تظهر، بسم الله ما شاء الله. بعد كده هكون محضر ميه سخنه بس كده تمام. الكتل دي ها بتطلع مع غليان الميه، بتطلع معاه واحده واحده. انزل بسم الله الرحمن الرحيم. احط 3 لتر ميه، واسيبهم يغلوا معاي حوالي من 3 ساعة لنص ساعة لغاية لما يستوي خالص، واغطي عليهم. بعد كده ارجع لكم تاني. التكتلات دي هات بتاعت السكر دي هات تفك مع الغليان، اوطي على النار هادية واسيبه من نص ساعة لساعة الا ربع على النار هادية خالص. اوطي النار البوتاجاز، اغطيه واسيبه. بعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني. هاجي قديه مقلبه، تقلبها كده، واخد واحده واشوف كده بقيت معاي تمام. اجيب نص ليمون، اطفي النار خالص عليها، الخروب طفي النار خالص. بعد كده هجيب نص ليمونه واعصرها، نص ليمونه كبيره واعصرها عليه. بعد كده اديهم تقليبه واسيبهم لغايه لما يبرد خالص، وارجع لكم تاني. اغطي عليه واسيبه لغاية لما يبرد خالص. هنزل عليهم كوبايتين من الشوربات، او لو مفيش شوربات عسل نحل طبيعي. وبعد كده اقلبهم واسيبهم لغاية لما يبردوا خالص. هو دافي انزل بيهم، استناش لما يكون سخن، لهم دافين يعني ايدي تستحملهم زي كده دفيان بس. بعد كده اقلبهم واسيبهم لغايه لما يبرد خالص. بعد كده هابيهم يا اما في كزايز يا اما في اكياس، كل واحد على حسب الطريقه بتاعته في التعبئة. انا افضل اعبيهم في اكياس بحيث استخدمهم على طول. اوريكم طريقه استخدامه، برضك هابيه معاكم وأوريكم طريقة استخدامه بس يبرد وارجع لكم تاني. هجيب الكياس بتاعتي بعد ما بردوا، هجيب الكيس كده وهجيب كوباية نظيفة، كوب نظيف، وعبي 2 دول صغيرين، عبي 2 معاي بيعمل معاي درك من ده مركز. واجي زي كده اربطهم
بالشكل ده. ولو عايز ازود تاني ازود، يعني لو عايزه تقيل احط كيسين او كيس ونص، على حسب افراد الاسره اللي عندي. الكمية على حسب عدد افراد الاسره. ده خروب مركز طبيعي 100%، احسن من اللي عداه بره 1000 مرة، لان اللي بره عداه اسانس ومية، والناس مفتكراه خروب، لان في خروب اسانس خروب بيتباع عند العطارين، هو ده اللي عداه بره، انما ده خروب طبيعي، والخروب طبعا غالي، استحالة يعني يبيع كيس باتنين جنيه خروب، واقل من دولة. يعني كدي دولة مرتين 2 جنيه، كدي الكيس ده مرتين 2 جنيه. وبعد ما اخلصهم من البيت احطهم في الفريزر، وبعد ما اخلص من الفريزر هجيب مثلا كيس زي كده تلج، هقطع الكيس اشيل الكيس واحطه في الدورج عندي او في الشفشف. بس حبيت ازود له سكر ازود له، ما ازود له شيء، مظبوط معاي السكر، كل واحد حسب اختياره في السكر. في ناس بتحب حلو، في ناس بتحب متوسط، في ناس بتحب مش حلو جوه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.